السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات الكاتي اللي غيكون مساء اليوم اللي غيكون في اليوم لاسوا وفي تشالنج ديال جون بول واحد البروبريتير ولونترينور وجون بول رو جوكي دريفر ديال اتلي وكان معروف على الفيشي داروا لي تشالنج جون بول رو كان من بين لي دريفر اللي كانوا في المستوى كان توفى تقريبا هذه ربما شي 5 سنوات او 6 سنوات ربما اكثر على حسب. هذا واحد الكانتي ديال المونتي اللي غيكونوا فيه اللي فيه 18000 اورو و 2700 في المسافه 2700 فيها الان ودو هما الخيول اللي غيكونوا في البروميير لين. البروميير لين هما الخيول اللي غيكونوا في البروميير لين تقريبا في لي توكار ديال لاكورس. هذا واحد العود ديال مادموزيل بول هيري او اول خطا اعتقد وقيل عنده واحد المونطيه كان دار فيها ديسكالي في فليو لاسوا كاش كي في فين كان الله اعلم كان في البروميير بوطو هما واحد العود امباكت ديكو كان دار الترويزيم هو كان مشى بواحد 30 تنخاف منهم صراحه تنخاف منهم هادو اللي كيكونوا تيديروا لنا المونطي الاول وكيديسكاليفو كيف تخلقوا الحادث. على كل حال كاين عندهم البروميير بوطو وما تبقى كلهم في الدوزيام بوطو. بالنسبه للبرونوستيك الاخوان كاينه 8 11 14 كاينه 7 9 12 4 كاينه 10 5 3 6 3 2 1 المهم شوفوا المهم اخوان اليوم راه كان الكانتي في المتناول عندنا الاخوان. اللايف اللي درناه كان تقريبا اللايف اللي كنا درناه كان 100% اللي لعب دوك اللعب. بالنسبه ما نكثروش فيه لان غالبا ما تنبغيش نبقى نتعرج بالارقام وبقى فينا داك الاوردر. مي على كل حال هادشي ديال المونتي ديال العشيه 11 والويت 11 والويت الاخوان هما رؤوس الحربه الأونز والويت اللي تيق فيهم بجوج ياخذهم بجوج. بالنسبه للباساج اوبليجي الطروا ولا الكارت. بالنسبه لي نون سيتي 5 ان ديستريس. اذا اخوتي دو سير 4 8 11 14 9 8 11 14 9 ال 14 اعتقد هو الراس ديال بلي رابيد يقدر الاخوان يجي. المهم على حسب انا ما تنبغيش نقول لكم راه ما تيجيش ولا هادي. المهم الاخوان الويت والاونز هما اللي انا عندي غيطلع فيهم غير واحد الويت والاونز الكاتورز او النف. تنظن ان النف افضل يعني ويت نف اونز نف ويت نف اونز نف عود ما بين طرواكات عود ما بين طرواكات كندخلوا عند لي نون سيتي كاين 5 و 1 و 10 و 13 دو شوفو غيكونو تما هانتا الاخوان تما ان شاء الله غادا تكون يا الويت يا الاونز يا الويت يا الاونز يا الناف. انا اختاريت الناف عود ما بين 3 و 4 يعني ويت ناف 3 و ويت ناف 4 او لا اونز ناف 3 و اونز ناف 4 كندخلوا عند دو شوفو عند نون سيتي كاعتقد الخمسه اعتقد الخمسه وديروا الاكس هذا ما كان. المهم الاخوان شنو هادشي كان 1 5 6 7 8 4 7 هذا ديزوردر كانتي هذا اوردر تيرسي فيري جود فيري جود فيري جود شي قديم هادشي قديم هادشي قديم هذا هو اللي هضرنا عليه البارح هادو هما اللي هضرنا عليه البارح. كاينه حيت لاباز كتكون صعيبه كاينين جوج ستاوات حيت لاباز الاخوان راه يكذب عليكم كذاب لاباز صعيبه لاباز ولكن اللي كيعرف يقسمهم ويرجعهم ستاوات راه غادي يتخلص
راه غادي يتخلص. هما شحال كاينين من العاود؟ يعني الفوق كاينين 6 والواحد والجوج هي 8 و14 هي 9 ديال الخي. 9 ديال الخي قسمتهم انا في جوج استوات، والتقسيم كان صائبا، كان صائبا، حيت 5 ويت اولا ان دو. هذا ما كان حتى السيزيام والساتيام كانوا الكاتورز والسايز. هذا ما كان اخوتي. نعاود نوريكم الاخوان اللي كما كتشوفوا 11 ويت نورمالمون واحد فيهم في لاباز، او اختاروا غير واحد نتوما، واحد ما تلعبوش كاع. هذا ما كان كل ما غامرتو كل ما كيكون خلاص. اما لا زينا ال11 والويت وال14 والناس، ما يبقاش لينا حق في النون سيتي، وغيبقى لينا فقط الحق في 3-4. اللي بغى يلعب دوك السد الخيلي تايق فيهم والويت وال11 وال14 والناف، وزيد معاهم 3-4. هذا ما كان خوتي. واللي بغى يلعب ديك التقليب بو راه غيطيحوا ان شاء الله. تحياتي لكم، خلينا لكم الراحه ومع السلامه.